خلونا بقى دلوقتي مع بعض نستعرض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. هنبدأ جولتنا من محافظة القاهرة تحديداً من كوبري اكتوبر اللي بيشهد كثافات مرورية في اتجاه ميدان رمسيس، وشارع رمسيس نفسه بيشهد كثافات مرورية تبدأ تقل تدريجياً لحد ما نوصل لغمرة. كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين عليه كثافات مرورية، أما شارع بورسعيد من نزلة كوبري اكتوبر فبيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء، في كمان كثافات نسبية عند الويلي ولحد كوبري الساحل والأميرية. الكورنيش بقى من المظلات إلى وسط البلد في كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة، أما المتجه إلى المؤسسة ففي سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند منطقة المظلات. هنستكمل جولتنا في شوارع الجيزة. شارع الهرم دلوقتي بيشهد كثافات مرورية، الكثافات طبعا بتزيد مع ساعات الذروة، كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية. بالنسبة للمتجه لكوبري الجيزة المعدني في بعض الكثافات المرورية هناك، وفي شارع فيصل في كثافات مرورية بتبدأ من محطة المريوطية مكملة لحد كوبري فيصل، كمان بتظهر بعض الكثافات التانية من شارع السودان ولغاية جامعة القاهرة وميدان النهضة لحد ما نوصل لمناطق بولاق ومبابة. أما محور صفت ففي كثافات مرورية بتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. القادم من اكتوبر في اتجاه الدائري ما زال الطريق مغلق والاتجاه اجباري عبر نفق حازم حسن، ومنه لمحور 26 يوليو اللي بيشهد سيوله مروريه ما عدا بعض الكثافات البسيطه قبل طلعه الدائري. كمان في كثافات مروريه على كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين والعكس بسبب اعمال التوسعه اللي بتتم في الكوبري. نروح لمحافظة اسكندرية، في هناك سيولة مرورية عند كوبري ستانلي لكن في بعض الكثافات المتفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش، أما باقي الشوارع الجانبية ففيها سيولة مرورية نسبية. شارع جمال عبد الناصر في بعض الكثافات المرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب، نفس الأمر في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مرورية ولكنها متحركة. هنكمل جولتنا المرورية وهنروح لأسوان، هنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة واللي بيشهد سيولة مرورية على طول الشارع. هنلاحظ إن في كثافة مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطار اللي بيشهد الطريق حواليها كثافات مرورية. كمان في كثافات مرورية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي إلى مستشفى أسوان الجامعي، وفي بعض الكثافات المرورية هناك. خلصت نشرتنا المرورية، خلونا بقى نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة، رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد. في كمان نشاط للرياح محدود على بعض المناطق مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة. في كمان شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 38، أعلى درجة حرارة هتكون في الوادي الجديد وهي 45، وأقل درجة حرارة في العالمين 32 درجة. طبعا هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بس بعد شويه.